يا سلام يا سلام، هنشتري حاجات رمضان النهاردة يا طماطم. ايوة فعلا يا توتة، يا رب نجيب كل الحاجات. اكيد اكيد طبعا. يا بنات يا بنات، بابا نزل. تعالى يا بابا. يا بنات، ماما فين وطنط علا وطنط منى؟ لا هيأخروني بقى زي كل مرة. انا كده همشي. يا علا يا علا. ايوة يا شريف، في ايه بتنده بعصبية كده ليه؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، كل مرة تأخريني كل ما تبقي خارجة معايا انت واختك. يلا بقى. يلا يا ماما علشان ما نتأخرش. طنط منى راحت فين؟ طيب حالا يا حبيبي، جايين اهو. كنت بخلص الاكل بس قبل ما نخرج عشان لو اتأخرنا. طيب ماشي يا حبيبتي، يلا بقى انا مستنيكوا في العربية. حاضر حاضر، هنده لمنى ونيجي على طول. يلا يا بنات، يلا يلا معايا على العربية. هي يلا يا طماطم. شريف، الله، ايه ده؟ شوفي يا علا، الحقي الحقي، دول جددوا المول فعلا. تعرفي انه بقى شكله كده احلى كتير. طبعا اكيد. عملوا التجديدات دي امتى؟ انا ما جيتش هنا بقالي فتره. بقى يا ترى من جوه بقى شكله ايه يا منى؟ تعالي شوفي قوي اشوف. يلا يلا. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ عماد؟ مبروك التجديدات الجميله دي. اهلا اهلا بيك يا مدام علا. ايه شفتي المول بتاعنا بقى عامل ازاي؟ بقى حقيقي بقى احلى من الاول بكتير. الله يبارك فيك يا فندم. يلا ربنا يوسعها عليكم بعد اذنك بقى. اتفضلي اتفضلي يا فندم. يلا يا منى، يلا يا بنات، يلا يلا يا حبيبتي. يا سلام يا سلام، لا فعلا جددوا وجابوا حاجات كتير قوي وبضايع ما كانتش موجوده قبل كده. فعلا فعلا يا منى، قد ايه المول بقى جميل قوي. انا هروح اجيب باسكت بقى علشان احط فيها. ايوه ايوه، متصوريش انا فرحانه قوي يا علا، ده اول مره نعمل نجيب اليميش مع بعض ونشتري سوا حاجه رمضان. حقيقي احساس حلو قوي قوي يا منى. ماما ماما، انا عاوزه عصير يا ماما من اللي عرفه فوق ده بعد اذنك. حاضر يا حبيبتي، تحبي بطعم ايه؟ في تفاح احمر واخضر. لا لا، انا عاوز تفاح اخضر، حلو الاخضر ده قوي. حاضر يا حبيبه ماما. وانتي يا طمطومه، مش هتاخدي عصير ولا ايه؟ ايوه ايوه يا طنط علا، انا عايزه الزبادو الفراوله اللي تحت ده علشان السحور وعشان لما اصوم ما اعطش الصبح. ايوه هو ده يا طنط علا. حاضر يا حبيبتي، انا مبسوطه منك قوي يا طمطومه. الواحد لما بيشرب لبن او ياكل زبادي بالليل على السحور مش بيعطش خالص طول النهار. وادي التفاح الاخضر بتاعك انت كمان يا توتا يا حبيبتي. ايوه ايوه يا ماما، انا بحبه قوي ومغذي ومفيد التفاح الاخضر. فعلا فعلا التفاح الاخضر مفيد، مفيش حاجه ابدا ربنا خلقها لنا مش مفيده يا بنات. يلا يلا نكمل على طول. يا علا، عايزين نجيب عيش وكمان نجيب شويه مخبوزات عشان الاولاد الصبح، وكمان ممكن نجيب يا ربي ان كان في حاجه نسيتها، قمر الدين والبلح، اهم حاجه في اليميش يا علا. والزبيب يا ماما، والزبيب. ايوه ايوه يا حبيبتي، والزبيب علشان تفضلي طول اليوم تاكلي فيه وتقولي لي انا صايمه. ايوه عشان اعرف افتح التلاجة واخده. ايه ده يا طماطم، هو الزبيب مش بيفطر ولا ايه؟ لا مش بيفطر. يا سلام، مين اللي قالك كده؟ طبعا لا بيفطر، اي حاجه تحطيها في بقك على طول تفطرك يا انا ماما. اللي بقول. انتي اللي بتقولي ازاي يا بنتي، مش صح الكلام ده خالص. طيب خلاص، ما عدتش هاكله غير لما افطر. تاكليه بعد الفطار يا طمطم. ماشي. قعديني في السبت يا ماما عشان خاطري، عايزه اقعد في السبت بتاع الحاجات. هو انتي لسه صغيره يا طماطم؟ خلاص بقى انتي كبرتي. لا يا ماما، انا لسه صغنونه. طب تعالي يا ستي. لو سمحتي يا استاذ عماد. ايوه ايوه يا مدام علا، اتفضلي. من فضلك كنت بسال على قسم اليميش، انتوا ما عملتوش تحت السنه دي ولا ايه؟ لا لا، في الدور اللي فوق يا فندم. تتفضلي اطلعي الدور اللي فوق من الاسانسير وهتلاقي القسم كله. متشكره قوي متشكره. الله، ايه ده يا ماما؟ ده كل ده يميش رمضان؟ ده بقى قسم اليميش يا توته، في كل الحاجات الجميله اللي احنا بنحبها وبناكلها في رمضان. الله يا ماما، ده جميل قوي يا طنط علا. انا عايزه من البتاعه دي يا ماما. الزبيب فين؟ الزبيب اهو اهو. تعالي يا طمطم، تعالي ما ناخد زبيب. الله، ايه ده؟ الحقي يا توته. ليلى، ازيك يا مازن؟ ازيك يا توته، ازيك يا طمطم؟ ازيك يا مازن؟ احنا كويسين، كل سنه وانت طيب. تشتروا اليميش بتاع رمضان؟ اه. كل سنه وانت طيب يا مازن. انت طيبين. امال فارس فين يا مازن؟ فارس تعبان. والله تعبان في البيت؟ اه عشان كده ما جاش. هتشتروا بلح زينا يا مازن؟ اه. الله، انتوا جايين لوحدكم ولا ايه حبايبي؟ لا لا يا طنط ليلى، ماما وطنط علا هناك اهم بيجيبوا يميش. اه فعلا فعلا اهم. يا علا علا، ازيك يا ليلى، عامله ايه؟ اهلا اهلا، ازيكم، عاملين ايه؟ انتوا جايين تشتروا اليميش من هنا؟ ايوه حبيبتي، ازيك انت، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين، وانتوا طيبين وبصحه وسلامه. ازاي مازن وفارس؟ كويسين. مازن معايا هنا وفارس في البيت علشان كان بيكح شويه، كحه بسيطه كده. يا خبر، لا الف سلامه عليه، الامتحانات قربت، خليه يشد حلو كده ان شاء الله. بيقولوا البلح هنا جميل قوي واليميش هنا جميل وطازه ولسه جاي. ايوه انا سالت استاذ عماد، هو عارفنا وبنشتري منه على طول.
الحاجة لما بتبقى جاية طازة بيبقى ليها طعم تاني خالص يا ليلى. اكيد اكيد. يلا بقى تعالوا ناخد الحاجات اللي احنا محتاجينها. البلح ده نوع حلو قوي قوي يا منى. انا هجيب البلح وانتي هاتي الزبيب بقى وجوز الهند على بال ما اخلص. تمام تمام يا حبيبتي. اخد جوز الهند الاول ولا الزبيب؟ لا ده كمان في فريك. الله لا كده ناخد من الثلاثه بقى. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي.